أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارداك. النهاردة معادنا لقاء آخر مع الأستاذ محمد عبده، مترجم كتب الكاتب نيل دونالد والاش، المحادثات مع الإله جاد، يعني مش مكتوبة الله، وترجم كتب كتير جدا لسبع كتب. والنهاردة لقاءنا معاه هيجاوبنا على سؤال: من أنت؟ لماذا أنت هنا؟ والإنسان مسير أو مخير؟ احنا اتكلمنا في المواضيع دي يمكن قبل كده، لكن دي نظرة جديدة، فلازم ايه نسمع ونحلل الكلام ده ونعرضه على ايه؟ على دماغنا وعلى قلبنا يعني. فشكرا الأول أستاذ محمد، اتفضل قدم نفسك وانت معاك الحوار. مساء الخير اتفضل. عليك أستاذ مصطفى، مساء الخير عليك ولكل الناس اللي بيسمعونا. تحية لكل إخواننا الناطقين باللغة العربية، أهلا بيكم على هذه المنصة الروحية الجميلة، منصة أخونا الأستاذ مصطفى. سعيد بيكم وتحية من قلبي، محبة وسلام لكل قلوبكم. إحنا المرة اللي فاتت تناولنا عدة نقاط من الكتاب، من الفصل الأول من الكتاب الأول. اتكلمنا عن علاقتك بالإله، وإن أنت أساسا عبارة عن وحدة طاقية تتحرك داخل الكون بهدف إدراك الذات. قلنا إن الحياة الغرض الوحيد منها هو عملية إدراك الذات، والنهاردة هنستكمل هذه النقطة. هنجيب على سؤالين اتنين. السؤال الأول: من أنت؟ يعني ما هي حقيقتك؟ خدت بالك، هل أنت جسد له روح، أم أنك روح تحمل هذا الجسد؟ تمام، هنتكلم النهاردة عن حقيقتك. جوهر الإنسان. تمام، وهنجيب طبعا، وبالتالي إجابتنا على السؤال ده هتوصلنا لإجابة السؤال الثاني، ألا وهو: هل الإنسان مخير أم مسير؟ تمام؟ تمام. نبدأ. طيب، الأول تعرف إن الإنسان عبارة عن كائن ذو ثلاث جوانب. يعني أنت كائن مكون من ثلاث أجزاء أو ثلاث جوانب. تمام؟ الثلاث جوانب دول معروفين للجميع، تقدر تسميهم الجسد والعقل والروح. الجسد معروف، العقل معروف، الروح معروف. في ناس بتسمي تطلق عليها النفس، في ناس تطلق عليها الصول، في ناس تطلق عليها الروح. يعني أيا كان المسمى، إحنا هنقول طبيعة هذا الشيء. إيه هي طبيعة الروح؟ وأين توجد في الجسد؟ تمام؟ تمام. طيب، بالنسبة للجوانب الثلاثة، قبل ما أبدأ عايز أنوه الجماعة اللي يتفرجوا علينا، يعني إن حلقة النهاردة هتبقى عميقة شوية، ويعني ممكن نقول كلام ممكن تسمعه لأول مرة يعني. تمام؟ ممكن تزعل الناس بقى. لا، مش هزعل الناس، بس إيه والله أنا بحب الناس كلها، خدت بالك، ويعني كلهم اخواننا بصرف النظر عن يعني افكارهم. تمام، اوكي، نتمنى يعني ان يتسع صدركم لهذا الكلام. اوكي، نبدأ. اول حاجة، انت عبارة عن جسد وعقل وروح. تمام، الجسد انت عارف الجسد هو عبارة عن هذا التكتل من الخلايا، خلايا العظام والعضلات والأعصاب والخلايا الجلد، يعني الجسد المادي أو الفيزيائي معروف. تمام، طيب، الجانب الآخر من كيانك هو العقل. أين يوجد العقل؟ العقل ليس في الرأس، اللي في الرأس هنا ده اسمه الدماغ أو المخ. المخ ده جزء عضوي بيعمل كزي إيه، زي بروسيسور، يعني إيه، هو اللي بيدير الأوامر لجميع أجزاء الجسم.
لكن العقل فين؟ العقل موجود في كل خلية من جسدك، يعني كل ذرة في جسد الإنسان تحتوي على نسبة ذكاء، ليها ذكاء خاص بيها، تمام؟ بيتحكم في وظائفها ودرجة حرارتها. يعني تلاقي مثلا خلايا الدم دي عندها ذكاء، خلايا الجلد، تمام، الأعصاب. يبقى العقل، عقلك موجود في كل خلية من خلايا جسدك، تمام؟ اللي بيقوم بإدارة هذا العقل كله هو المخ، اللي هو العضو منك ده. العضو ده بيعمل كبروسيسور، يعني بيدي أوامر لجميع الوحدات الأصغر في داخل إيه؟ جسدك. يبقى عقلك يعتبر جسد عقلي، يبقى أنت ليك جسد فيزيائي وجسد عقلي في كل خلية من جسدك يديره البروسيسور أو المخ أو الدماغ، تمام؟ نيجي بقى للروح والأهم. طبعا زي ما أنت عارف معظم الثقافات يعني حتى أنكرت على الإنسان البحث في هذا العلم، يقول لك إن هذا من الغيب، تمام، وإن الروح دي أمور لا يعلمها إلا الخالق، ويفضل إنك أنت ما تتكلمش فيها، أو لأنك ممكن توصل لطرق يعني مسدود، تمام. لكن لما هنشوف دلوقتي من خلال الحوار بتاعنا إن الموضوع أساسا علمي، الروحانية علم، يعني هتلاقيها مرتبطة بالنظريات الفيزيائية، تمام، الاهتزازات، الأوتار الفائقة، الطاقة، علوم، تمام، وهذه العلوم قابلة للتجربة على أرض الواقع، تمام، مش علوم خيالية أو مجرد فلسفة، لأ، زي ما هنشوف. طيب ما هي الروح؟ وأين توجد في جسم الإنسان؟ دي من أحد الأسرار العميقة اللي موجودة في السلسلة. الروح، قال لك 99% من جسدك هو عبارة عن فراغ، فراغ، 1% فقط هو الكتلة أو الكثافة. يعني لو فرغنا الهواء اللي في جسدك هنلاقي 99% منه فراغ، سبيس. الفراغ ده موجود في كل ذرة وكل خلية وكل ذرة، كل ذرة فيها سبيس، فراغ، زي ما احنا عارفين الذرة فيها نواة وهكذا وفراغ وإلكترونات وشحنات كهرومغناطيسية، تمام؟ في هذا الفراغ 99% من جسدك، في هذا الفراغ، في الفراغ اللي هو المسافة اللي بين الذرات والجسيمات، توجد الروح. الروح هي الطاقة في هذا الحيز، في هذه المسافات اللي بتمسك بالأشياء المادية معا، تتحكم فيها وتعطيها الحياة والحركة، تمام؟ يبقى الروح ليست ساكنة داخل الجسد، الروح هي التي تحمل الجسد وتتخلل كل فراغ داخل الجسد في كل ذرة، كل خلية، وبنفس الوقت تحيط بالجسد على شكل هالة، تمام، مجال كهرومغناطيسي حوالين الجسد. يبقى هي زي حاوية تحمل هذا الجسد ومتخلله وتتحرك به. طبعا كون الروح مع الجسد دي تجربة ثقيلة جدا، كثافة، الروح بطبيعتها حرة خفيفة، ان هي تحمل هذا الجسد بيبقى عندها نوع من الثقل الرهيب. يعني التجربة على الأرض في البعد الثالث من أصعب التجارب بالنسبة للروح، لازم نفهمين ده تحدي كبير ومغامرة كبيرة، تمام؟ دي بالنسبة للروح. طيب الكلام اللي أنا بقوله ده بينطبق على كل وحدات الطاقة في الكون، يعني كل وحدة طاقية، نبات أو سواء نبات أو حيوان أو حتى جماد، بيبقى مكون من نفس الأشياء. عنده إيه؟ عنده شكل جسد مادي فيزيائي، في عقل، النبات عنده عقل موجود في الخلايا، في الدي ان ايه بتاع النبات، في الحمض النووي، يعني النبات بيبقى مدمج فيه ذكاء، الذكاء ده بيستخدمه لكي ينمو، تمام، في البذرة الصغيرة بيبقى مدمج فيها الذكاء بحيث ان هي تكبر وتبقى شجرة، تمام. كل المعلومات اللي الشجرة محتاجاها علشان تبقى شجرة موجودة في البذرة نفسها،
فقط هي بتستعمل الطبيعة من حواليها وضوء الشمس، وتقوم بعملية النبات والإزدهار والإثمار. تمام؟ الإنسان نفس الشيء. طيب هل النبات فيه روح؟ أيوة نفس الشيء، الفراغ اللي موجود بين الخلايا هو طاقة روح، هي اللي بتتحكم في هذا الشيء، وهي اللي بتعطيه الحياة. من هذا المنطلق نفهم إيه؟ نفهم إن كل شيء حي. يعني إيه حي؟ حي يعني كل شيء فيه حركة، والحركة هي الحياة. حتى الجمادات فيها حركة داخل الذرات، لا شيء يبقى ثابتا، كل شيء يتحرك. تمام؟ الحركة هي الحقيقة، لا شيء يعني الثبات، لا يمكن الشيء يظل على حاله مهما طال الزمن. وكذلك وهذا ينطبق على الأفكار. تمام؟ إحنا نفسنا بنغير أفكارنا ومعتقداتنا من جيل إلى جيل، بنطورها، بنعدل، بنلاقي حاجات خلاص لم تعد تجدي نفعا، لم تعد صالحة لهذا العصر. طب فبنتطور وإيه، ونحط قواعد جديدة وإحنا طول ما إحنا ماشيين. تمام؟ ففكرة الثبات أو إن في أشياء ثابتة دي فكرة مضللة. تمام؟ واللي عايز يتأكد، بص انت على حياتك، انت بص لنفسك النهاردة، وبص لنفسك قبل 10 سنين، كنت فين ودلوقتي انت فين. تمام؟ انت تولد من جديد في كل لحظة. حتى جسدك، معلومة طبعا معروفة، جسدك هذا ليس جسدك قبل 7 سنوات. معروف ان خلايا الجسم تتجدد بالكامل كل 7 سنوات. يعني انت دلوقتي بجسد جديد، الجسد القديم مات، خلايا ماتت وتجدد خلايا جديدة. ولما بتطور وعيك وتبدأ تسيطر على العقل الباطن اللي هو في جسدك، العقل الباطن، ممكن تدي أوامر لجسدك بإعادة بناء هذه الخلايا. وده السر، الناس اللي بيشفوا نفسهم بالطاقة. يعني إيه؟ إن هو بيبدأ يسيطر على الأفكار، ويسيطر على عقله. تمام؟ ويتحكم بحيث إن هو يعطي أوامر للخلايا. طبعا ده في ناس كتبت كتب في هذه الأشياء، بحيث إن هو من خلال تفكيره وأفكاره وتركيزه يبدأ يوجه طاقة لشفاء أو لتخفيف الألم في مكان معين في جسده. يبقى كل شيء موجود بالداخل، هو بس ما عليه إن هو يوصل ويشغل، يعرف إزاي إن هو يتلاعب بالطاقة ويوجه الطاقة، ويعمل عملية إعادة بناء للخلايا أو تجديد أو إنعاش أو شفاء وهكذا. تمام؟ يبقى ده إجابة على السؤال. يبقى أنت كائن خلاق. ليه بقى؟ ده معناه، معنى مقولة أن الإنسان مخلوق على صورة الإله ومثاله. الإله، تمام؟ الإله نفس الشيء، جسد وعقل وروح، في عقل كوني، عقل كوني، ذكاء كوني، يدير كل شيء. تمام؟ أنت ذرة من هذا الذكاء، لديك ذرة مثلا، نفترض يعني يعني عقلك هو عقلة ذرة من العقل الكوني. تمام؟ نفس الشيء، جسدك هذا هو عضو من الجسد الكوني، عضو من الكون، الكون كله شقين، في جسد مادي، في قلنا في كون مادي وكون ميتافيزيقي غير مرئي، يعني مرئي وغير مرئي. الكون المادي انت جزء من هذا الكون المادي بجسدك هذا، تتحرك داخله. تمام؟ يبقى الروح زي ما قلنا، الروح ليست داخل الجسد، الروح هي التي تحمل هذا الجسد ويتحرك به. عند النوم الروح بتاخد أجازة، بريك، يعني ايه بقى؟ بتسيب الجسد وتبدأ تخرج من الجسد بحيث ان هي تتحرر من هذا الثقل. تمام؟ ممكن تفضل جالسة جنبك في المكان، ممكن تسبح في الكون، تسافر أبعاد أخرى، تشوف أحلام، ممكن تشوف كوابيس. تمام؟ يعني ما يحدث أثناء النوم، وده برضو من الأشياء المهمة جدا، وده يفسر لك ظاهرة الديجافو. يعني اللي هي ديجافو، اللي هو كأني كنت هنا من قبل. أحيانا يحصل لك موقف وبعدين تقول لي الموقف ده حصل معايا قبل كده، أنا شفت اللقطة دي قبل كده. أيوة. تمام؟ أنت بتكون شفتها فين؟ أثناء نومك في أحد الليالي، روحك تركت جسدك. تمام؟ وخرجت من البعد الثالث. لما بتخرج من البعد الثالث بتكون خارج الزمن،
الزمن وهم أساساً، الزمن موجود مرتبط فقط بالعالم الأرضي، لكن خارج البعد الثالث، ما تطلع مثلاً البعد الرابع أو الخامس، أنت بتكون خارج الزمن، فبالتالي بتشوف المستقبل، فأنت بتشوف صور من حياتك المستقبلية تمام في الحلم، لكن بتفضل بعض أجزاء من أو بعض الصور، لمحات من هذه موجودة فين؟ في ذاكرتك، روحك محتفظة بها. أول أنت ما تواجه هذا الموقف وتشوف أنا شفت الموقف ده قبل كده، لكن أنت ما تعرفش أنك شفته في حلم، أنت شفته في حلم. ممكن أيضا بعد إذنك يعني ممكن أيضا تكون شفت المنظر ده في حياة سابقة، يعني انت كنت موجود ودخلت المتحف الفلاني، فلما بتعود بتتذكر كل شيء، يعني ما بتشوف المنظر تاني او تحصل نفس الموقف بتقول ده انا شفته قبل كده، ريا جا في، يعني انا شفته. ايوه هي دي تفسيرها تمام. فالروح بتخرج من الجسد اثناء النوم، تستريح، بتاخد بريك من هذا الثقل تمام، بحيث ان هي تستمتع ترجع لخفتها مره ثانيه. ايه هي الروح؟ يبقى الروح هي وحده طاقيه نسميها كده سول تمام، جزء من سبيريت. تعال نفرق، يعني ايه الفرق بين سول وسبيريت؟ سبيريت هي مقصود بها الروح الالهيه، روح الاله اللي هي الروح الكليه، الروح الواحده، الذات الكليه، سبيريت تمام. سول هي تفرد من سبيريت، يعني تفرد من الروح الايه الكليه، وحده اصغر، وحده طاقيه تمام. قلنا المثل اللي هو يعني شعله من الضوء بالنسبه لنور الشمس، تخيل يعني انت ذره من النور الاعظم، وحده طاقيه اوكي. فروحك دي ليست منفصله عن الكل، عن سبيريت، لا هي منفصلة إمتى؟ بسبب حاجة اسمها الأنا أو الإيجو. يعني أنت، وعلى فكرة الإيجو ده مش وحش، يعني الإيجو هو اللي بيحسسك إن لك كيان فردي منفصل، منفصل عن الناس، منفصل عن كل شيء، أنت لك هوية فردية تمام؟ لولا الإيجو لو هتبقى أنت واحد مع الكل خلاص لن تختبر العالم المتناقض هذا تمام؟ فالإيجو هي لحظة مهم ليه؟ لأنه بيديك إحساس بالانفصال، بس هو وهم طبعاً، أنت متصل بالكل، أنت واحد مع الكل طوال الوقت، انفصالك عن الكل هو ده وهمي، وهذا الوهم لابد منه، لأنك أنت لا يمكن تشعر بمن تكون إلا في وجود من لا تكون، يعني ده تكملة الفصل الأول. طيب ليه كل التناقضات موجودة في الواقع اللي بنعيش فيه؟ ليه؟ وليه الحروب والأزمات والعنف والكوارث والأعاصير، ونشوف ناس كتير ضحايا في الكوارث والأزمات دي، ايه ذنبهم ايه؟ ولا بيحاربوا ولا بيعملوا طيب بيقول لك ايه بقى في الكتاب؟ بيقول لك لا يمكن يحصل أي شيء للروح بدون إذنها، يعني الروح هي صاحبة القرار، لكن أنت لا تعلم أن فيه روح بتقرر، أنت فكر أن أنت عايش حياتك، خدت بالك، بعقلك، بدماغك لكن أنت ما تعرفش أن روحك هي الأصل، يعني إحنا في الأصل كائنات روحية نخوض تجربة جسدية، الحياة كلها روحية، الحياة كلها أصلاً من أجل غرض الروح في إدراك الذات. زي ما قلنا كل هذه الأشياء المادية هي أشياء وهمية، يعني إيه وهمية؟ يعني أشياء مؤقتة زائلة، كل الأجساد تتغير تتبدل، لا تفنى الطاقة، إحنا لما بنموت مفيش فناء، الطاقة بتغير شكلها، لأن الروح لا تموت، لأن الطاقة من الإله. فهذه الروح أو الطاقة تمام في عملية إدراك الذات بتصعد، كل ما يعني تذكرت المزيد من ذاتها بتتطور وبعدين تتجسد. وخلي بالك مع تطور الوعي يتغير الشكل الفيزيائي أو المادي، يعني الروح بما أنها هي كل شيء ترغب في معرفة كل شيء عن ذاتها،
فهذه الطاقة بتبدأ من الصفر. يعني إيه؟ يعني الطاقة اللي موجودة داخل الجمادات هي نفس الطاقة اللي عندنا، الطاقة اللي موجودة عند الحيوانات والنباتات هي نفس الطاقة اللي عندنا، طاقة عندها ذكاء تتطور إلى أن تصبح إنسان عاقل يميز، يبقى له أنا. يعني الأنا بيتولد مع الإنسان العاقل، اللي هو إنسان يبقى له عقل يميز الأشياء، يبقى له هوية يميز ذاته ويميز الآخرين، يبقى له علاقة بالأشياء التانية ويفهم هذه العلاقة، يفهم أنه هو متصل بالإله وله علاقة مع الإله، إن الإله هو ببساطة هو الحياة. يعني أنت لو سألتني ما تعرفك للإله، الإله هو الحياة ببساطة، كلمة واحدة، والحياة أبدية. تمام؟ يعني الحياة وكل ما فيها هو تعبير أو تجلي للإله. إذا أنت تنكر هذا لن ترى الإله. يعني إذا أنكرت الإله فيما تراه فلن ترى، لن تعثر عليه. يبقى أنت الأول لابد تؤمن إن الإله موجود في كل شيء، كل ما يكون. جوهر هذه الأشياء عبارة عن طاقة نقية، هذه الطاقة بتهتز وبتخلق هذه الأشياء المادية. يبقى الخالق يخلق كل شيء من خلال الطاقة اللي موجودة في كل شيء. طيب أنت مخلوق على صورة الله ومثاله، يعني الإله خلقك، تمام، وأعطاك أدوات لتخلق بها واقعك الخاص. زي ما قلنا أنت بتخلق بالكلمة، بالفكر والكلمة والفعل، أفكارك ده مستوى، هي المستوى الأول من الخلق، الفكرة، ثم تتحول الأفكار إلى كلمات تصاغ في كلمات، تمام، ثم تتحول الكلمات إلى فعل، ده مستوى الثالث، هو أقوى مستويات الخلق والفعل. الموضوع بيبدأ بفكرة وينتهي بفعل، كل شيء مادي تراه في عالمك كان مجرد فكرة، والفكرة صارت كلمات وبعدين صارت شيء مادي، ده بيحصل في الواقع المادي بتاعنا، تمام، وإحنا بنخلق هذا الواقع بشكل جماعي وشكل فردي. ما يصيبك من كوارث شخصية على المستوى المادي أنت اللي بتخلقها على مستوى ما من مستويات الوعي الثلاثة، إما بتخلقها بمستوى اللاوعي أو العقل الباطن، وده اللي طبيعي، ده اللي معظم الناس عايشين بلا وعي، يعني عايشين حياتهم كرد فعل، هو مش ما بيعودش يخلق، لا هو عايش حياته رد فعل، اي حاجه تحصل له يعمل رد فعل، رياكشن، ما عندوش اكشن، عنده بس ايه، رياكشن، بيستجيب للموقف تلقائيا. تلقائيا دي مرتبطه بايه؟ مرتبطه بالعقل الباطن، زي عمليه رمش عينك، لما انا اعمل لك كده بترمش، عقلك بيفكر ترمش، يقول لك يقعد يفكر ارمش ولا برمش، لا دي استجابه تلقائيه من العقل الباطن، بحيث ان هو يحافظ على عينك تلقائيا بدون انت ما تفكر. نفس الشيء بيحصل في حياتنا، يعني انت ماشي في السكه واحد يقوم شتمك ما تفكرش تقدر ده بيشتمني ليه، طب ايه الموقف، ايه المشكله، ايه المغزى، لا بتقوم رادد الشتمه رياكشن على طول، يعني مثلا يعني. فانت بتخلق حياتك على ثلاث مستويات، مستوى العقل، مستوى العقل الباطن، مستوى العقل الفائق اللي هو مستوى الروح. كل طبعا الاشياء اللي انت بتقول لا انا ما خلقتهاش وانا ما عملتش ده، انت ما انتش بتقول كده، انك ما انتش عارف انك خلقته بالعقل الباطن، في فكره جواك في عقلك الباطن جذبت لك هذا الشيء، تمام، او فكره في عقلك الاعلى جذبت لك هذا الشيء، تمام. طيب اللي هي العقل اللي هو الروح، العقل الاعلى اللي هو الروح، دايما الروح بتجذب اليك كل الظروف والأشخاص والأحداث المناسبة لكي تخترب جانب من جوانب ذاتك. يعني مثلا أنت عايز تختبر جانب الشجاعة، ده جانب من جوانبك أنك أنت تبقى شجاع مش جبان، تمام، الفكرة دي في عقلك، ممكن تبقى ماشي كده في يوم بعدها بيوم أو اتنين والفكرة دي جواك خلاص، فتلاقي مثلا موقف يطلب منك الشجاعة، يعني مثلا ماشي لقيت طفل بيسقط مثلا على
فأنت دلوقتي بتعمل إيه؟ بتتصرف بشجع، بتروح تنقذ الطفل، تمام؟ وتحس بعدها بالنشوة إن أنت عملت شيء شجاع و و و يعني ده موقف بسيط، أنت روحك جذبت لك هذا الموقف لكي تختبر الشجاع، تمام؟ وهكذا كل أفكارك خلاقة، والفكرة اللي تحولها إلى كلمات صارت أقوى، لو بدأت تعمل صارت أقوى. طيب عشان تغير حياتك بقى، يبقى إذا بهذا المعنى مفيش ضحايا في الكون، كل شيء بيحصل بالروح لا يتم دون إذن الروح على مستوى أعلى. أنت خلقت هذا الشيء على مستوى أعلى أو في اللاوعي من خلال عقلك الباطن. هتقول لي أنا عمري ما فكرت في الشيء ده، لا لا، الشيء ده موجود في عقلك الباطن، تمام؟ أو إن روحك جلبته ليك على مستوى أعلى عشان تطلع بحاجة من التجربة دي، تتعلم تزيد أو تتذكر شيء عن ذاتك، تجرب جانب من جوانب ذاتك، اللي هو وفي الآخر تدرك ذاتك، اللي هو تحقق الغرض الروحي. الغرض الروحي الأساسي هو إدراك الذات، وهي تستخدم آلتين، تستخدم العقل والجسد لتقوم بتجربة جسدية في واقع مادي، بحيث إن هي تعرف ذاتها تجريبيا. يعرف الإله ذاته من خلال كل الأرواح الموجودة في الكون التي لا تعد ولا تحصى، الظاهرة وعلى مستويات عديدة. يعني مستويات إيه؟ مستويات في الكثافة والأبعاد، مستويات في الكثافة والأبعاد. يعني إحنا في البعد الثالث، في أبعاد كتير علوية، تمام؟ وفي البعد الأول والبعد الثاني، إحنا في البعد الثالث. فالروح بتختبر ذاتها على مستويات من الأبعاد، التسلسل الهرمي والكثافة. وكل ما تطور وعيك، كل ما خفت الكثافة. يعني أنت دلوقتي بتكلموا عن الأرض الجديدة والبعد الخامس. والأرض الجديدة يعني إيه؟ يعني هو نفس الأرض بتاعتنا، لكن في اهتزاز مختلف، بتغير ترددها، اهتزازها، وبالتالي بيتغير شكل الحياة الفيزيائية عليها بما فيها أجسادنا، مادة مختلفة، أقل كثافة، خفة، شباب، تجدد. يعني الجنة هنا الآن على الأرض، على هذه الأرض. الناس اللي وطبعا الفكرة دي موجودة في بداية الفصل الثاني برضو، لما بيتكلم عن الجنة والجحيم، بيقول له ما هي الجنة وما هو الجحيم؟ قال له إيه؟ ملكوت الله هو الجنة، يعني أنت تعيش في ملكوت الله، كل ملكوت الإله جنة، لكنك تقدر تخلق جحيم حي وتعيشه، تمام؟ إحنا خلقنا جحيم على الأرض بس بشكل فردي وجماعي، يعني الكوارث والحروب، كل هذه الطاقات السلبية إحنا جامعنا شاركنا فيها، تمام؟ بشكل شخصي وشكل إيه جماعي، حتى لو ما عملناش حاجة بأفكارنا. أنت مجرد إنك تقعد تتمنى مثلا موت فلان، أو الدمار لبلد فلان، أو إنك تبقى أحسن، هذه الأفكار السلبية لما بتسيطر على الوعي الجماعي بتخلق مجتمع عنيف بطبع. يعني تخيل انت، يعني انا النهارده كنت قاعد بفكر في الموضوع ده، بقول يعني الناس ما عادش عندها حب زي زمان. يعني انا مواليد 77، وانا مواليد الريف وعايش في الريف. الريف دلوقتي مش زي زمان، يعني زمان كان فيه حب بين الناس، والناس كانت ما كناش بنقفل الابواب بتاع البيوت، كان فيه امان، الناس بتخاف على بعض، تمام؟ كنا نترك الأشياء بتاعتنا في الغيط، كل حاجة، ونرجع عليها زي ما هي. حتى لو مؤاخذة المواشي كنا نربطها ونروح في البيت نتغدى ونريح، وبعدين نرجع تاني ونجيبها، أنت فاهم؟ كان في أمان. النهاردة أنت لو مش هقول لك بقى تركت مثلا، لو تركت مثلا أي حاجة بترجع ما تلاقيهاش. ليه؟ مفيش حب، كله عايز، تمام؟ بقى في خوف اللي هو نقيض الحب. فأنا حاسس إن إحنا تراجعنا في الحتة دي، حتة الحب، المحبة. الناس ما عندهاش حب لبعض. يعني الخير قال، والخير، الخير لما بيقل جوه بيقل بره على فكرة. يعني الخير لا يولد إلا في القلوب، أيوة. تمام؟ ما فيش بقى لا دين ولا عقائد ولا تعليم ولا أوامر هتخليك تبقى خير. الخير لا يولد إلا في القلوب،
لما الناس الخير اتولد في قلبها، هو موجود بس يصحى، يخرج هذا الخير، هينعكس على الخير على المستوى الجماعي، تمام؟ وبالتالي هنختبر حياة فيها سلام، فيها أمان، فيها اطمئنان، فيها وفرة للكل. وهو هي دي الأرض الجديدة، إنك أنت هتنتقل من العصر القائم على الأنا أو الإيجو أو العقل إلى عصر القلب، عصر الوحدة. يعني هتهتز بالوحدة، هيكون واحد مع كل شيء، مع كل الخليقة ومع الإله، لأن الإله هو كل الخليقة، تمام؟ فكرة الانفصال هذه هي اللي أولا بتخليك تعتقد إن أنت ضحية. أنت مش ضحية، لا يوجد ضحايا في الكون. ولو أنت قلت إن في ضحايا في الكون يبقى الإله مش عادل. خلي بالك، إزاي أنت تقول لي أنك أنت مخلوق على صورة الإله ومثاله، وفي نفس الوقت تقول لي إن أنت كائن شرير بطبيعتك، كائن ناقص مولود في الخطيئة، ورثت ذنب أبوك آدم وحواء لحد دلوقتي، عاصوا ربنا وطردوا من الجنة، وانت بقى ورثت هذه الخطيئة، وانت كائن أصلا يعني بطبيعتك شرير. هذه الأفكار متجذرة في الوعي. انت لما تقعد تقول للإنسان انت شرير، انت شرير، انت شرير، انت خاطئ، تحكم عليه طول الوقت، تحكم، عايز يطلع ايه؟ تعالى بقى أقول له لا، ده انت كائن مقدس، نوراني، انت نوراني، انت جزء من الخالق، جزء من الحب، انت انت محبه خالصه. شوف هذا الكلام وهذه الطاقه هتعمل فيه، لا يمكن هيز اي انسان اخر. بيبتدي يعرف قيمته كمان. ايوه، انت قيمتك عاليه جدا جدا، انت لا تعرف قيمتك. اي فكره تقلل من قيمتك هي فكره باطله. خدت بالك؟ أي فكرة تقول إنك أنت أقل من كامل هي فكرة باطلة. حتى لو جسدك ده مشوه، أنت لست جسدك، روحك كاملة. روحك تتخذ هذا الشكل في لفترة مؤقتة زائلة، وأخذت أشكال أخرى وستأخذ. عايز بس أعلق على حاجة، إني مش معنى إن أنا أشوف إنسان في بلد او حاجه، يعني اطفال بتموت من الجوع والحاجات دي، ان انا افضل ساكت. لا، ده هو كده، هم اللي محتاجين الخبره دي وهكذا. احنا علينا دور ان احنا نصلح الارض دي، والا ازاي احنا نصل الى بعد احسن؟ واحنا قاعدين نتفرج على بعض، قاعدين نتفرج على الحروب. لازم نوعي الناس، لازم زي ما انت بتقول كده، تخيل القريه بتاعتك ابتدوا يجتمعوا ويقرروا مفيش حد هيسرق من حد، ويبتدي نفتح البيبان زي زمان ونسيب الحاجات في الفل. هتعيشوا عيشة جميلة جدا، والخير هيعم على الجميع. ولو في واحد مش قادر، ما عندوش احتياجاته، يبتدي المجتمع يلبيه احتياجاته، يوفر له شغل، وتبتدي الحياة تبقى أنظف من اللي احنا عايشين فيها. لكن كل واحد بيسرق من التاني بتحصل المشاكل دي، بنبقى عايشين زي المجانين بصراحة. فلازم يبقى احنا لنا اكشن، يعني لنا لازم نفعل شيء امام الاشياء الخاطئة دي. مش زي ما انت بتقول شفت طفل عنده مشاكل انت بتروح تنقذه، مش هتقعد توقف كده، لا ده حظه كده، هو كده. ما تشوف حد بيعمل مشاكل، بيعمل مشاكل في المجتمع، روح انصحه واعمل حاجة، لكن ما تسيبوش كده. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان الحقيقية، طبيعة الإنسان ليست الشر. الطبيعة الأصلية للإنسان هي المحبة، هي الحب، تمام؟ الطبيعة الأولى للإنسان هي المحبة، هي الحب. والطبيعة الثانية للإنسان هي التعبير عن الطبيعة الأولى، التعبير عن الحب. تظهر امتى الطبيعه دي؟ يعني الطبيعه الحقيقيه لما انت ما تفكرش. خلي بالك، لما تخرج من عقلك الواعي. مثال، لما تكون انت، لو انت قاعد جنب حمام سباحه ولقيت طفل بيغرق، وانت على طول بتقوم تقفز تنقذ الايه الطفل، حتى لو انت ما بتعرفش تعوم، ما بتفكرش بقى ساعتها انت ممكن تعرض حياتك نفسها للخطر.
بتقوم هنا بقى انت بتتصرف بغريزتك، هي دي غريزتك او طبيعتك الحقيقيه، تمام. لكن لو انت قعدت تفكر تقول لا ده انا ممكن اغرق، ده انا ما بعرفش اعوم، ده انا مالي، ده دي مش طبيعتك الحقيقيه. انت بقولك ده عقلك المبرمج المصفوفة الماتريكس، اوكي. فايه اللي بيحصل في المجتمع بتاعنا؟ تمام، احنا عايشين في مجتمع وهمي. وهمي يعني ايه؟ وهمي يعني هو قائم على افكار وهميه، وبالتالي في خلل وظيفي في الحياه في كل شيء. يعني الناس دلوقتي صارت تعاني، يعني كل معظم الناس بتعاني دلوقتي، تعاني بقى من من الشدائد والمناخ والطقس والامراض اللي انتشرت، كوارث طبيعيه وكوارث شخصيه. ليه؟ لان الطاقه اشتدت، الطاقه السلبيه زادت على الارض، تمام، زي ما انت شايف كده. وطبعا في امل، يعني في امل، وفي احداث بتحصل وهتحصل الفتره اللي جايه هتكشف لينا من خلالها ان كل ده زي غسيل او تنظيف لهذه الطاقات، استعدادا للانتقال الى وعي جديد او مستوى اعلى من الوعي على المستوى الكوكب يعني، تمام. طيب فانت طبيعتك الهيه، جزء من الاله، جزء من النور، طبيعتك هي المحبه. لكن شوف هذه الفكره، شوف، قال لك الانسان مخلوق على صورة الإله ومثاله، لكن اللي حصل إن البشر خلقوا إله على صورة ومثال البشر، يعني العقل الضيق، العقل البشري محدود، بيتصور إن الإله بيتصرف ويتعامل ويفكر بنفس الطريقة اللي احنا بنفكر بيها، إن ده بنحكم وإن ده صح وده خطأ وده يجوز وده لا يجوز، تمام؟ لا، الإله يخلق، تمام؟ يخلق ويستمر في الخلق، ولا يهتم بما تفعل، تمام؟ ولا يبالي حتى بالنتيجة، لأنه يعلم أن المصير النهائي مضمون. الإله بقى أعطاك حرية الإرادة لكي تخلق كل شيء، كل ما يحلو لك. بتخلق إزاي؟ بتخلق بالقوة اللي منحها ليك. مش معناه بقى أن أنت إله، انت بتخلق حياتك ازاي؟ بالطاقه الالهيه والروح والقدرات والمواهب اللي ربنا اعطاها لك، تمام. انت ممكن تستخدم هذه الطاقه في اعمال ايجابيه او اعمال ايه؟ سلبيه. الطاقه دي بتخلق ازاي؟ قلنا بالفكر والكلم، لان الفكر اهتزاز والكلام اهتزاز والافعال اهتزاز، تمام. هذه الأشياء وهذه الأدوات هي أنت بتخلق بها واقعك على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. عايز تغير بقى أنت حياتك، شوف بقى هنا بقى هنتكلم عن التطبيق العملي. طيب أنت مش راضي عن واقعك اللي أنت عايشه وعايز تغيره، أول خطوة للتغيير أنك أنت تقر وتعترف أن أنت خلقت هذا الشيء على مستوى ما، انك انت مش ضحية. لو عادت تقول انا ضحية هتفضل ضحية. لا يمكن ان تكون ضحية لاشياء خلقتها بنفسك، اشياء من صنائعك، طالما انت بتنكر الشيء فلن تغيره. الاول تقر بانك انت مسؤول عن هذا الشيء ولو بشكل جزئي، يعني حتى الاحداث اللي هي على مستوى الجامعة ما يصيبك منها انت بكون اشتركت فيه بقدر معين دون ان تدري باللا وعي، تمام، اشتركت فيه فبيمسك جزء منه، اوكي، على المستوى الجماعي. على المستوى الفردي انت بتخلق حياتك بالسنتيمتر، يعني بكل فكره وكلمه وفعل. طيب ماذا يفعل الاله؟ هل الاله يتدخل في خياراتك؟ لا. ليه؟ لانه اولا يعلم تماما علم ان مصيرك النهائي مضمون، مهما تروح وتيجي في النهاية انت هتعمل ده وهتتطور وهتكبر وهتنمو في وعيك، ولن تنمو ولن تتطور ما لم تجرب. يعني مفيش واحد، يعني اي انسان اخترع شيء، تجربة هي محاولة وخطأ، محاولة وعد، مفيش خطأ بقى، محاولة ولا في فشل اساسا. كل اخفاق
أو كل فشل هو خطوة نحو النجاح. لا خبرة. يوجد فشل. خبرة. خبرة. يعني أنت لو قاعد تخترع شيء. خبرة. لو أنت قاعد تخترع شيء هتسقط مرة وبعدين تعيد. الرجل اللي اخترع أي جهاز ما اخترعوش من أول مرة. ده تمام. مثلا واحد اخترع حاجة وقعد 99 مرة ونجح في المرة 100. هل 99 دول فشل؟ كان بيفشل؟ لا، ده كل فشل كان خطوة نحو النجاح. كل فشل هو مفيش فشل، كل فشل، كل إخفاق بيعلمك شيء، بيعلمك درس، وبالتالي هو نجاح، هو مفيد. فأنت تفهم الأول إن كل ما يحدث من حولك من صنيعتك، أنت جذبته إليك على مستوى ما، ما أنتش ضحية. دي أول خطوة. الخطوة الثانية تبارك هذا الشيء، لا تحكم ولا تدينه، لأنك أنت عندما تدينه فأنت تدين خلقك. زي واحد بيرمي عياله يجيب عيال ويقول لك مش ولادي، أنا أكلهم ولا أشربهم ولا ليه دعوة بيهم. خدت بالك؟ مش أنت أو يحكم عليهم أو يكرههم، أنت اللي جايبهم. فالفكر والد منجب، هو الفكر هو منجب التجارب. حينما تنكر هذه التجارب وترفضها أنت ترفض ولدك، فكرك، تدينه، تحكم عليه أنه سيء، وبالتالي أنت تحكم على نفسك بالسوء، تمام؟ وأنك أنت ناقص، وأنك أنت شرير، وأنك أنت جاي هنا في المدرسة عشان تتحسن وتكفر عن أخطائك. لا، الحكاية مش كده. التجربة ما فيهاش فشل، فيها يعني محاولة وإعادة محاولة، خلق وإعادة خلق. هي كلها هي عملية للخلق وإعادة الخلق، للخلق وإعادة. أنت تعيد خلق نفسك كل لحظة. بناء على إيه؟ بناء على أفكارك الجديدة بشأن الشيء، تمام؟ وجهة نظرك بقى في الحياة، أفكارك هي اللي يعني بتوريك وجهة نظرك، هي اللي بتتحكم في تجربتك. على سبيل المثال، لو أنت ماشي في جنازة، ما يعني والناس بقى حد العمال يصوت ويلطم، والناس زعلانة، شاب يعني وبتاع وكده، فأنت ممكن تبقى متأثر جدا بالموقف ده وحزين، ممكن تعيط وتعمل زيهم وبتاع. حلو، عاد ده كويس، مش وحش على فكرة، يعني انك انت احساس بالفقد او بالخسارة وان الفراق صعب، ماشي. لكن انت ممكن تغير تجربتك الداخلية تجاه الموت، وبالتالي تشعر بالسلام الداخلي مهما كان ما يحدث في العالم الخارجي. يعني تقدر تغير تجربتك الداخلية مهما كانت تجربتك الخارجية. يعني لو انت عايش في مكان فيه مشاكل وصعوبات و و و و ومش قادر تغير شيء في العالم من حولك، غير تجربتك الداخلية له. ازاي؟ بالفهم، انك تفهم ان كل اللي بيحصل ده له مغزى، وله هدف الهي، ولا شيء يحدث خارج خطط الاله. يعني تفتكر الحروب دي بتحدث خارج خطط الاله دون مشيئه الاله؟ لا، هو يعلم ان هذا جزء من التطور. الوعي يخلق ويختبر ويتطور، تمام، وهكذا، ويتركك تختبر. فالإله منحك حرية الإرادة، مش منحك، الحرية لا تمنح. أنا بقول كده بستخدم ألفاظ يعني عشان الناس يعني تقدر تتلقاها. الحرية لا تمنح، الحرية هي حالة من الكينونة أنت عليها أساسا، روحك حرة بالأساس، لأن الإله حر. روحك هي جزء من الكل الإلهي، والكل الإلهي حر مطلق، وكذلك روحك. كونها مقيدة في هذا الجسد لا يعني أنها ليست حرة. حرة لتخلق وتختبر نتائج ما خلقته، وبالتالي إيه؟ تتطور. إذا إحنا أخذنا الحرية من الروح، يبقى التجربة ليس لها مغزى. يعني التجربة، الروح تريد أن تختبر ذاتها، أوكي؟ جزء من جوانب الروح والحرية، الروح حرة تريد أن تختبر هذه الحرية في واقع جسدي كله قيود، تمام؟
فستسعى الروح دوما إلى التحرر. وتلاحظ كده إن أي حاجة فيها قيود أو بتلاقي قيد وتحس بضيق منها، أنت عايز، أنت شايف إن هذا الشيء لا يفيدك، وفي نفس الوقت قيد عليك وحاسس بخنقة. ليه؟ الروح تريد أن تتحرر، تختبر الحرية. تمام؟ يبقى الروح حرية، الروح فرح، الروح هي الحقيقة. فأي قيد موضوع على الروح لازم هيهدم يوما ما. لاحظ كده كل القيود اللي موضوعة شوية شوية إيه بتخف. كل ما الإنسان اتطور أو ارتقى بذاته تقل هذه القيود الموضوعة. ليه؟ لأنه هو بيكون عنده ضمير داخلي، رقيب داخلي، مش محتاج لقيود خارجية. تمام؟ فالروح حرة بالأساس، هي حرية. يبقى الروح حرة، حرة الإرادة، تخلق كل ما يحلو لها. ليه؟ لأن الإله يخلق من خلالها أساسا. الإله يخلق من خلال، يعني يخلق من خلالك. يعني إيه؟ الطاقة الإلهية اللي جواك هي طاقة الإله. تمام؟ أنت بتستخدم هذه الطاقة للخلق. يبقى الإله بيخلق من إيه؟ من خلالك. لكن أنت اللي أنت بقى كوحدة فردية اللي بتتحكم في هذه الطاقة وتستخدمها إما للبناء أو للهدم. تمام؟ وأنت حر بقى، اخلق ما تشاء وجرب. حتى جسدك ده أساسا هو زائل، حتى لو أنت جسدك ده مات عادي، أنت لست الجسد، أنت روح خالد هتنزل في تجارب أخرى. تمام؟ ضمن العملية. فالحياة رائعة، ولما تفهم تعيش حياتك بهذا الفهم، يعني هيبقى عندك سلام داخلي، إنك أنت فاهم إن كل اللي بيحصل ده هو مثالي وكامل، ولا شيء يحدث دون خارج خطة الإله، حتى الحروب، حتى المجاعات، وإن هذه الأرواح أو هذه المواقف تتطلب منك مش بس تقعد تدعي لهم، لأ، تتطلب منك إنك على الأقل لو تقدر تقدم مساعدة ليهم مادية. أنا شايف واحد في كارب ساعده، يعني من هي كل تصرف هو فعل تعريف للذات، الحياة كلها هي إدراك للذات، تعريف من أكون تجاه هذه المواقف، لما أشوف مأساة قدامي، من أكون تجاه هذه المأساة، ماذا أستطيع أن أفعل؟ ممكن أساعد بكلمة، بمادة، بدعاء، على قد ما أقدر، أوكي؟ فكل شيء بيحصل في حياتك علشان تسأل من أكون تجاه هذا الشيء؟ أنت ماشي في السكة وواحد خبطك زرة في الكف على قفاك، طيب تعمل إيه؟ رد فعل. رد فعل، رياكشن. هنا أي. بقى عقلك الباطن بيستجيب. إنما لو أنت بقى خرجت من عقلك، شوف بقى كيف تكون حاضر الآن في اللحظة، إزاي تكون حاضر في لحظة الآن. لحظة الآن هي اللحظة الوحيدة الحقيقية، الماضي والمستقبل هي أفكار في عقلك لا وجود لهما. لحظة الآن هي اللحظة الوحيدة الحقيقية. كيف تكون حاضر في اللحظة؟ خلي بالك، عندما تكون حاضرا في اللحظة يكون الإله حاضرا في اللحظة، لأنك أنت تستحضر الكمال، تستحضر ذاتك العليا. إزاي؟ إنك تكون حاضر بجوانبك الثلاثة. يعني لو بتعمل أي شيء جرب كده، لو أنت بتعمل أي شيء بجوانبك الثلاثة مع بعض حاضرين، أنت بتكون حاضر بشكل كامل. تعالى كده وأنت قاعد بتعمل مثلا أي شيء في البيت، لو أنت بتصنع مثلا الغداء أو بتغسل الصحون، وحاضر يعني بجسدك وعقلك وروحك، عقلك ده مركز في اللي بتعمله، تمام، وبتعمله بحب، وبروحك يعني ايه، يعني بتعمل الشيء ده بحب، روحك محبة. شوف انت لو انت مثلا بتحب بتعمل اي شيء بايدك وبتعمله بحب، كيف بيطلع؟ بيطلع باتقان عجيب، لان طالع فيه طاقة حب، ابداع، خلق، بتلاقي شيء رائع وجميل ويعجب الناس، انك يعني انت عامله بحب مهما كان الشيء ده. ولذلك
عاوز تنجح في حياتك اعمل الشيء اللي بتحبه، لأن ده الشيء اللي روحك عاوزاه أو ترغب في تجربته، بصرف النظر عن الكسب المادي. أنت لو عملت أي شيء بتحبه مهما كان العائد بتاعه هيجي لك منه عائد كبير حتى لو كان شيء بسيط، تمام؟ بس اعمله بإيه؟ بحب، أنت بتحبه. لو أنت اشتغلت أي شيء بلا حب ممكن تكسب ماديا بس مش هتبقى سعيد، تمام؟ مش تبقى سعيد في حياتك، تحس انك مخنوق، في ضيق، انت مش مبسوط. اعمل الشيء اللي بتحبه. انت عايز اعمل مقاطعة لو سمحت يعني. اوكي، احنا دلوقتي عرفنا من انت او من انا، لان انا مش مجرد الجسد الموجود المؤقت دوت، انا هذه الروح الخالدة جزء من هذا الكون الفسيح. سواء انت بتؤمن بوجود اله لا تؤمن بوجود اله، انت جزء من هذا الكون، وحتى كل تكويننا المادي احنا بنعرف ان هو جزء من الكون. اوكي، لماذا نزلنا على الارض؟ او السؤال الثاني بقى، لماذا انت هنا؟ لو ممكن نتطرق ليه. تمام، لماذا تجسدت على الارض؟ لماذا ابت الروح الى الجسديه؟ طيب، احنا قلنا الروح هي المحبة الخالصة، يعني الروح هي محبة وفرح وحرية وسلام، كل الأشياء الإيجابية الجميلة دي. أوكي، ما عدا ذلك اللي هي الأشياء السلبية هي النقيض لما تكون عليه الروح. أنا قلت المرة اللي فاتت إن إدراك الذات هو عملية ذات شقين، معرفة وتجربة. الروح تستخدم الحياة أو تأتي للتجسد بغرض تحويل التصور إلى تجربة، يعني تحويل المعرفة المجردة إلى إيه؟ تجربة عملية في الواقع. هو ده الهدف يعني. بالهدف إنك أنت، ولا يمكن أن تحقق ذلك إلا بوجود النقيض. يعني لن تعرف أنك الحب وتختبر الحب إلا في وجود ما ليس حب. عشان كده يقول لك بارك كل شيء، لان حتى الاشياء اللي تختلف معها، حتى الاشياء اللي شايفها يعني اشياء سلبيه و و و هذه الاشياء لها غرض. لن تعرف النور الا من خلال ايه؟ ها، الظلام. لو ما فيش عالي مش هنعرف، مش هيبقى في واطي، وهكذا. لكن ليس عليك انك تعيش في معاناه. كل ما انت بقى تقدر في وسط كل ده تغير تجربتك الداخليه، ده اول شيء، انك ترى الكمال وتعرف ان انت اصلا روح خالده، وكل ما كل ما فيش شيء ثابت، كل شيء متغير، ما فيش وضع بيبقى على حاله، حتى لو في وضع انت شايفه متعب هيتغير مع الوقت، وانت ممكن تساعد في تغييره بافكارك وكلامك وافعالك سواء على الفرد والجماعه، وتبدا تغير تجربتك الداخليه تجاه ما يحدث في عالمك. فيبقى انت الناس كلها عماله عايشه في الدراما وانت تراوى. ليه؟ لأنك أنت فاهم، وبالتالي عندك سلام داخلي. أنت تعرف أن الموت شيء رائع، وأن الموت ليس نهاية بل هو بداية لحياة جديدة، أن روحك خالدة، بالتالي لن تحزن على أي شيء يموت. بالعكس، أنت ممكن تفرح هتزرع الفراق وكده، تمام؟ لكن لما تعلم أن ما فيش حد بيموت وأن روحه خالدة، لكن هي انتقلت إلى مرحلة أخرى من التطور وهتكمل رحلتها، وأنت بسيرك برضو لو هتقابله وتتصل بيه بعد الموت محدش مش هتقابله، تمام؟ وممكن تتصل بيه وأنت عايش وتشوفه في الحلم وكده، لأنه ما ماتش. فده بيديك سلام داخلي، وما تبقاش يعني في ناس بتنتحر من كتر الزعل ويجيلها شلل حزن الشديد. فهي الوعي ده بيغير تجربتك الداخلية، وبالتالي يبقى عندك هدوء وسلام، حتى لو الدنيا بتقطع بعضها بره انت عندك سلام، خدت بالك؟ يبقى اذا لم تستطع تغيير التجربة الداخلية غير تجربتك الداخلية بتغيير وجهة نظرك، وتغيير وجهة نظرك
يأتي بتغيير أفكارك حول الأشياء، أفكارك عن ذاتك، أفكارك عن الحياة، أفكارك عن الإله. تمام؟ كل شيء بالأفكار. يبقى اوكي، مفيش إيه؟ مفيش ضحايا. نعود بقى نسأل الآخر بقى، هل الإنسان مسير أم مخير؟ بعد كل اللي إحنا قلناه تقريبا في إجابة، لكن عايزك تجاوب بالذات دي، طيب مسير أم مخير؟ أولا، فكرة حرية الإرادة تتعارض مع فكرة إنك أنت إنسان مسير، وحاجة من الاتنين، يا إما أنت حر يا إما مش حر، يا إما أنت مسير يا إما أنت مش مسير. الحرية لا تتجزأ، أنت حر أو مش حر. أوكي، فإزاي أنت حر؟ إزاي أنت تبقى حر الإرادة وفي نفس الوقت مطلوب منك تعمل ده وما تعملش ده؟ على سبيل المثال، فيه انت عايز تروح توصل مكان معين، اوكي، في قدامك طريق ايه؟ انا بقول لك انت حر، روح من اي طريق يعجبك، اوكي، بس خلي بالك لو مشيت من السكه دي انا هعاقبك. خدت بالك؟ او السكه دي يبقى انا مش حر، يبقى انا مش حر، يبقى انا هخاف وبالتالي هسلك الطريق اللي انت بتقول لي عليه، ايوه وطبعا مش هيوديني اي حته. ليه؟ يبقى انت حر الاراده. ليه؟ لان روحك لا يمكن تختبر ذاتها الا في حريه، لازم تخلق كل ما يحلو لها بكل حريه. امال تختبر ذاتها ازاي؟ تعرف ذاتها ازاي؟ تمام؟ طيب هديك مثال، يعني حته القضاء والقدر. القضاء والقدر مش زي ما معظم الناس كانت فاهمه. يعني القضاء والقدر هو ايه؟ هديك مثال يعني يبين لك حته القضاء والقدر دي. معظم الناس بيحصل لها مصايب، يقول لك ده ربنا هو اللي بيبتليني بالمصايب علشان يرجعني. دي فكره يعني معناها بقى ان ربنا قاعد يبتليك بالمصايب. طب ما في ناس مزدهره ومثمره وبتعمل بلاوي، ما بيقول أيوة. لك عشان يزدادوا في، يعني دايما بيبرر لنفسه انه يبقى ضحيه. الاله لا ياتي منه الا الخير، والخير هو يبقى خير، يعني ايه؟ مش مصيبه، يعني شيء مفرح، شيء جميل. الخير يبقى شيء جميل. المصائب هذه انت اللي بتاتيك من افكارك وكلماتك وافعالك. الاله يراقبك فقط، يسيبك تجرب، اختار اشياء وجربها. اوكي، مفيش مشكله. حتى لو لا يمكن اصلا انك تتلف او تؤذي روحك، لا يمكن ان تصاب باي اذى او تلف او يلحق بها الضرر. تمام، جسدك حتى لو اتدمر عادي، ما روحك هتكمل. اوكي، فانت كائن مخير تماما، انت كائن حر الخيار تماما. حتى انه قال في كتاب الموت واسراره سر عجيب، قال ان الروح هي اللي تختار وقت ولادتها، تختار الابوين، تختار التجربه وبتاخد معها ادوات. والروح هي صاحبه قرار الموت، يعني الروح هي اللي بتقرر متى تترك الجسد، ليس العقل وليس الروح. هي لحظه الموت بيكون هي صاحبه القرار، اما تترك الجسد خلاص وتنهي التجربة وتتحرر ترجع لعالمها، أو إنها تكمل. خيار الروح. أنت ما بتكونش عارف ده على المستوى الواعي، على المستوى العقلي، لكن هو ده اللي بيحصل على المستوى الإيه؟ الروحي. تمام؟ فهديك مثال بقى، قضاء والقدر. نختم بالحتة دي، يعني الحياة زي إيه بالظبط؟ شفت أنت الحياة لعبة. تمام؟ تخيل نفسك بتلعب لعبة، مثلا لعبة على الكمبيوتر، على سي دي مثلا، بابجي مثلا. طول النهار بابجي بابجي يا اخي، العيال عندها طاقة عنيفة من البابجي طول النهار. تمام، ما علينا. فانت قاعد تلعب، خلي بالك بقى، خلينا مثلا لعبة سهلة كلنا لعبناها، شطرنج. قاعد تلعب شطرنج تشيس مع الكمبيوتر، اوكي، يعني دلوقتي قدامك انت هتلعب اي لعبه، انت هتلعبها الكمبيوتر بيرد فورا، صح؟ الكمبيوتر ما بيقعدش يفكر انت لعبت ايه عشان يرد عليك. ده الرد
جاهز اصلا مبرمج في اللعبه، مبرمج على السي دي موجود، الكون او الكمبيوتر منتظر بس يشوف خيارك الحر، خيارك الحر، وبعدين يستجيب بالاستجابه الموجوده اصلا بالفعل اوريدي. حتى قبل ان تساله ساكون قد اجبت. كل شيء موجود، ما عليك الا انك تختار. يعني انت لو لعبت الحركه دي الرد جاهز اوريدي، مش لسه هيفكر فيه، هو موجود، كل الاحتمالات موجوده، وكل خيار انت بتتخذه الاحتمال بتاعه اصلا ايه موجود، الرد بتاعه موجود، كل شيء موجود، لكنه ما بالخارج هو انعكاس لما بالداخل، ما بداخلك هو انعكاس ينعكس على ما بخارجك. عندما تتغير من الداخل حتما سيتغير عالمك الخارجي تدريجيا، لأنك ترددك واهتزازك الجديد سيخلق عالم جديد. وحينما نفعل ذلك على مستوى جمعي، نعيد خلق أنفسنا من جديد، سنعيش أرضا جديد وعالما جديد. يا ريت ده كل أمنيتنا. أستاذ محمد أنا أشكرك جدا جدا، كده أجبنا على 3 أسئلة، وإن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي، ونحاول الأسبوع الجاي، أنا هنا بسجل حاليا، لكن نحاول نعمل لايف علشان الناس تعمل انتر اكشن معانا، ونشوف ايه اخبار النور عندكم وكده ورمضان والحاجات دي كلها. اوكي، اشكرك جزيلا، واتمنى لك كل خير، والكتب دي هتساهم جدا، وخاصه اخر كتاب اسمه الوحي الجديد، مش كده؟ أتمنى الإخوة اللي عايزين يقتنوا الكتب دي، لأنها هتغير حياتهم جدا. هتلاقي في صندوق الوصف الاتصال بالأستاذ محمد، وهو نفسه ممكن يرسل ليك نسخة أو إلكترونية أو نسخة فعلية. لا، فأنت إيه، اتصل وساعد. يعني أنت ما بتدخل تشتري كتاب بتساعد المؤلف إن هو إيه ينتج الكثير أكتر، فما تقعدش تدور على الانترنت نسخة مشبوهة أو حاجة زي كده. ساعد المؤلف، ساعد دايما المترجم عشان يجيب لنا المزيد. والأستاذ محمد عنده المعلومات دي فعلا، قدر يعمل لها تسجيل في دماغه كويس جدا، فهم هنا، ولذلك هو بيدينا الخلاصة. فأشكره جدا جدا، وحنسيبك تختم الحلقة. يعني شكرا ليك، وانا سعيد بهذا اللقاء، وبصراحه مجرد ان انا اكون معاك بحس بطاقه جميله يا استاذ مصطفى. الله يخليك، بحبك من زمان، ويكفي ان انا شايفك قدامي كده وانا بتكلم، بيجيلي الهام. الحمد لله، منور دايما. وعايزين نعمل حلقه عن الموت، لان من كتاب الموت واسراره، خدت بالك؟ يعني انت اختار بقى، انت اختار. يعني في ناس بتطلب فعلا الموت وروعته وكده. فان شاء الله انت اختار الحلقه وانا تحت امرك. ان شاء الله لنا لقاء الاسبوع القادم، واشكركم جميعا، واقول لكم تصبحوا على خير. اللي ما عملش لايك اعمل اللايك والحاجات الجميله دي، صندوق الوصف فيه كل شيء. وشكرا شكرا، والى اللقاء في حلقه قادمه. سلام سلام سلام.